اما ابو الفيلم ايش بيك؟ ابو الفيلم ما خلى شيء ما قاله. اما ابو الفيلم عندي مشكله. انت تحكي عندي لولو. لولو؟ كلش ما داعي يصيح اللولو منه. يا ابا لولو تعاي. اذا اطلع ادوس على نص السينما طلعني. لولو شنو لولو؟ كلبه ماتت. تقول بيبي مو كنت انا يابا يا جماعه ترى عنده بيبي راح يطلع من رخصتكم. لا سرك بقهوه ترى بالشفقه مو انا ادري انت. يلا قوم 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 بسرعه. تعال رجع البوش. تعال تعال جي جيب شوف نسوي. اركض بسرعه. هو هذا حظي مو هذا قال لي قدر على كيم الشباب ايش مدري اني قاعدني مع العائله برميل مو بشر. شباب بدون مناقة هاي اللعبة انت اثنيناتكم واحد قاعد يقبل هو يومية ناقر وياي ما يخالف ما قيد مشاكل. اوكي اوكي بلشوا اللعب بس لا تنسوني اليوم ده ما خسره وخلي اليوم القاعده كلها على حسابك مو قبول. انت معروفت لك انت ملك علاقه اول ما افوز تسافر وياي. ها هي اطمئن. يلا مين راح تبدي؟ اعصابك هسه خلينا نشوف شنو الوضع اول مره. شوي هاي اللعبه مو سهله اراده للتفكير. اي لازم تفكر. انا هالمره راح اسوي طشار هم ماله والي. يا بعدين ما نشعدني طشار هم ماله والي. انا هاي المكانات كلها ضامنها. يلا بي اكيد حرك الوزير هذا الوزير من الابيض للجوزي. ليش؟ طبعا في اي بي عبر بكيفه. لك شكلي حلو كنا كبتشين. لك الوزير مات الدبلوماسي عنده. هذا قدم الوزير هذا شو قبل قدم الوزير عليك؟ جاء علي قدم علي وزير يبقى ايش راح اقدم له؟ هاي شنو؟ حصان. عادي انا اسف قلت ابوكك حصان. لا لا خذ راحتك المهم انا ضامن. كيف قدم الحصان عليك؟ ما يخالف انا ضامن لعبتي ملك على العالم. شلون ضامنها؟ شلون ضامنها؟ اي تقول لي شلون؟ الوزير ما حركه بكيفي. ليش؟ بده جنسيتين وين ما اريد اودي. اوه يا لوتي طبعا. هذا شلون مشيته؟ تلعب لو لا؟ العب 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 سهله. دحرك دول الجنود الفقره خطيه حتى رواتب ما ماخذين. خليهم دول هم الاساس خليهم. هذا ما يعرف هذا ما يفكر بالجنود. الله ايش قدمت؟ قدمت الفيل. لا فيل وين قدمته؟ قدمته لي قدام بدون خرطوم. وقت الخرطوم يشفط مو؟ طبعا. لا لا لهنا وكافي هاي حصتك ترى اخذها من عندك. حصتي مضمون انت خبل حصتي كلهم طالعات. العب ما ايش راح اقدم له؟ قدم الملك. الملك؟ انت مخبل اقدم هذا الملك؟ ليش يا ابني؟ كلش متفائل به. كلش حابه ما ادري ليش. خلينا نشوف ما ادري بهاي اللعبه حاب هذا الملك. ما ادري عجبني هيئته وشخصيته. شوفه حتى ما اريد احركه. خلي ثابت بمكانه يعني زين عندي شغل ويا هواي. تتوقع اذا على هاي وقفت راح يسوي لنا شيء؟ ما اريد اعطيك كلام بس هيئته كشخه. متفائل. متفائل بي. حلو. بس راح اقدم لك هذا صار لي اربع لعبات العبها ونايم عندي راح اقدم هنا على الجنود. خلي سنطي قبل الجنود. لك شنو هاي الثقل عندك؟ وما يصير خليه. وهذا الوزير. طبعا. شلون شاله؟ ليش انت؟ رجعته. عنده إيفاد خليه على صفحة. دباوة هاي القلعة. ها لازم فتحوا الشوارع قدمت هالقد. صبات وماكو. يعني ما قدمت لك غلقة على طرق القلعة. حلو. ما يصير وقف يابا. شكرا. يجي كل هيلك قدم القلعة وتقدم. هم قال لي كل هيلك. لا بس على كيفكم. إي بس ما يصير يا أخي ما يصير. أنتوا أستوكم حلوين وعلى كيفكم. يلا كمل لعب. بس مقدم القلعه راح على الفيل. لا يعني كلها الي؟ لا بس هيك ما يصير يا حبيبي. يلا ست البارحه شمنطي البارحه ما خسرت شنطه كرسي ما انا اعرف المنطي الثقيلات تعرف المنطيهن خاف تدري فلوسي كلها دافعها على مود هاي اللعبه حتى اغلب اعرف شو وقت اخليهم واعرف وين اخليهم. يعني معقوله ما قعدتين يفيدوك؟ طبعا
ما لك علاقه. شوف تدري هذا الوزير ايش قد احبه؟ ليش؟ اموت عليه. شنو السبب؟ يحب رقم سبعه. سبعه؟ ليش اكو واحد بيحب سبعه؟ شنو وزيرك؟ وزيرك يداوم ورا ال 12؟ ليش شمره بدوي؟ بس يونس هذا ما دام يحب رقم سبعه يونس. لكن ليش شمره مو عليه؟ يحب رقم سبعه يعني كريستيانو. اها يعني اتوقع ذاك اليوم ندرس مال كريستيانو تبلل رقم سبعه. دس على كريستيانو خبره قال له هذا الدريس مبلل جيب لي اياه خليه لزقه بتيب. اي ما يخسر على الدريس. بعد احنا وين شو ما قلنا؟ تعبالكم على رقم هذا شوي ينند. بس اكو شغله انا مدوختني. ذول الجنود نفسهم صاروا لهم هواي وياك، ايش عجب؟ اخذوا الابطال. انا اعرف هذول الجنود. هم لو ما ذول يطيح حظي. وعدت طايروا على غير لعبه ياخذوا منها غير قرايبه. ايش بك انت؟ جيب لعبه اسود وابيض هم نفس الشيء. جنودك ذول الفضائيين. ايش بيهم؟ ما كله رواتب. واقفين. مالك علاقة؟ فعلك اذا حركت واحد راسا يحرقك. قبل بالفيس ينزل لك بوست. تراني فضائي. نلعب. انا رجال ضامن روحي. الاتفاق عليه؟ اتفق اتفق قبل لا اخذ كلين. اتفق احسن دافع اكثر هذا، اتفق احسن. ربع زين ترى. ربع زين. ترى بقى لك 3 دقائق لو 4 دقائق ويصير التصويت. يابا مضبط شغلتي. فليش؟ لا لا بس على كيفه على كيفكم لا حد يصير حصل. شو اللي انت ايش قلت لك انا قبل اللعبه؟ انت بس حضر جوازك بس قول يا الله بس دخلنا ضمن اول ما يروح الوزير انت راح تسافر ارجع العلاقه. هاي هاي اللعبه مال الشطرنج نفس اللعبه نلعبها انا وياك غير دوله تلعبون دمبل هناك روليت ذبون فلوسكم كلها هناك. يلا يلا انا بيكم راح ارجعهم للجنود. هاي القلعه على الاتفاقية. ها قدامك بس مرتي الثانية ترى صورك بالسناب واطشك. وهذا الملك وهذه القلعة مالتك شنو؟ أجرتها غير ترجع؟ احتمال أسوي خندق هاي القلعة. عفا بعد سوى بعد خليهم عمي الناس براحتهم. سوى خربط اللعب كله. راح أجمعهم كذا وهيج هسه اللي هنا ومتفقين أنتو. أها أوكي بس مو قدامك مو يبدل. شنو اللي تقول انا وياك؟ بعد احنا ليش صار لنا ساعه نتناقر على الوزير وعلى فلان شي وعلى فلان شي؟ على لندن هو هذا الحكي الصح مو؟ باكر سفر؟ سافر طبعا اليوم قاعده؟ اذا صار اذا صار الاتفاق السفر صار استحقاق. شباب رحمة على والديكم اتمتعوا بالرحلة ودعوا القيادة لنا نطير طير. عم بالفيلم عم بالفيلم شباب وقفت أجي اجت هزة من خانقين. سويت ووي؟ لا ها لولو. شو اسمها؟ سوى لولو فدية اللولو. لا يا لوبيا يلا نطير. لا يا ولد انبقيت لا هنا الشاقة الشاقة نطير طير باتريات شوي آسفين مو زينة دقيقة بس دقيقة واحدة لولو شون فيلم يبو اي باتشي يلا تفض ماي يعني ثلاجة يلا نطير طير اربط الأحزمة بط ليش ما محركي لي الأوراق اللغة كلش أستاذ صحيح يلا أوكي راح أمشي هسه هذا الخبر بس بعد الفاصل أريد يعني أوكي وانت تجي لي هسه كل يوم الف حكايه روح امشي من قدامي وشلون عالم هاي استاذ بس دقيقه انا بفاض المكان يلا بسرعه حبيبي بسرعه بعدين اضل تحكي علي يلا يلا بسرعه
شلونك مرزخلي؟ هلا وسيت الله يحفظك. شو اخبارك؟ فدول عمرك. دل قلبك، شو ماكو الايام؟ ما كنت غير المعدنوسية ذاك اليوم اللي اعطيتني اياها وبعد ما انطيتيني. يلا اليوم انطيك ان شاء الله. هلا بالعشرة النظيفة. فديت شنو هالجمال؟ ايش انت قاعد اقرا لها على العشرة وانت جاهزين؟ فدول قلبك. فدول قلبك. يلا مرزقني طرا. من ورا الشاشة العراقية. شكرا حبيبي شكرا. يلا اوكي حاضرين؟ شعر. شعر قطعة. ما مقتنعة بشعر. سكوت. تموتيني طلع من جهة. اوكي استاذ سكوت. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ونشرة الأخبار لهذه الساعة نستهلها بأبرز العناوين. بين التمسك والرفض ملكات جمال بين القبض على وصيفات. من الدخل؟ اطلع خارج كادر. شنو السالفة؟ اوكي مرزق لي نطبها عندنا لايف. ما يصير. ما يصير. خل اطلع ويا شو. يلا يطلع. يلا اطلع. كادر لي خلي يشوفوني شنو السالفة. اطلع يلا اوكي. انت بطالع فاصل مو؟ طلع بالجو؟ نحكي مو تنسين. انت بالجو؟ اقول لك؟ استاذ ما ادري. خبر الاول. بين التمسك والرفض ملكات جمال بين القبض على وصيفاتها واخرى تعارض على الوصيفه وان تكون ملكه جمال العالم، هنا يشتد المشكله بين الوصيفه وملكات جمال العالم، المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. استاذ طلعونا بالتقرير. مرزق لي. اوكي استاذ مرزق لي، احنا عندنا اخبار يعني هذا لايف مباشر. فلفتر يلا يلا اطلع اطلع دبروح دبروح. بناء على متطلبات الشعب يطالب بعض الجماهير على رفض او اني استاذ المياز وسخ. شنو السالفه؟ شو تريد القنوات الثانيه تبغى تعيب علينا؟ انت شو تريد بالضبط هسه؟ لا جديات ترى احنا عندنا التزام وعندنا ساعه تلفزيونيه ما يصير هيجي. هذا لايف. غيرت علي مرزق لي انا كلش احبك واموت عليك. اعترفت بالجو. مو اعترفت بس لازم احنا طالعين جو. بعدين شنو هذا جايب الفيت اللي هنا؟ انا ما الدبان واخر اطلع برا. اقول لك تقول منو؟ لا استاذ المخرج رجان ما اقدر جديات لا تطلعوا برا خلاص. قررت المجلس النسائي على ان تكون المنحة النسائية فقط بيد والعصمة بيد النساء. حلوة بنت الحلوة. حارق التلفزيون حرق. قررت اللجنة النسائية على حسم موضوع ان تكون العصمة بيد انت. شنو استوب استاذ؟ شو تريد؟ يعني باع لو انت بالقناه لو انا بالقناه اعتزل من الاخبار كلها بعد ما اشتغل. فرجان اطلع برا. ممسوش. اطلع برا. ممسوش. يلا ممسوش. استاذ المخرج رجان ممكن تطلعوه؟ اطلع خارج. استاذ جنطتها طالعه بالتصوير. وانت شعليك شنو عبالك خاله بزونه؟ بزونه بزونتي انت شعليك برا. من حقهم الجماهير سايره لطم عليك. لطم شنو؟ اطلع برا شنو الفاضي امشي. غير اقول لك إلى الأخبار الطريفة. اليوم صادفت أن تكون الطفلة جميلة تكون في موقف طريف مع أبيها وأمها. طبعاً هذه ترق الأخبار كلها. شو تريد؟ ست هاي بنت أخوي. هاي الطفلة قاعد يعين عليها. لا هاي أمريكية. هو أخوي بأمريكا. حتى ياكل كنتاكي. كنتاكي؟ إي. مش تطلع برا. أحلام باقيتها من عنده، فديوم خابرني إذا قال لي أبي كنتاكي، أحلام طب حمستها. يا عيني. هو غير قطعة حقهم الجمهور من ساحلين روحهم عليه. لا لا خلاص. لا سولاف خلاص أنا. لا خلاص أنا. بطلون من القناة. خلاص بعد ماري بعد. سولاف هاي اعتذر أنا سادة اعتذر ها أطال. خلاص بعد هذا. طالع. مرزق لي حبيبي لطب. لا سيد اخذ راحتك. أوكي. فدوة للوجه هاي الكيوت. كيو. أني. قاعد تضحك متونسة. يلا اوكي. من الطريف بالموضوع ان تكون الطفله جميله مع امها وابيها في نزهه حول منطقتها، ويبدو ان الموضوع قد توصل الى نسبه مشاهدات عاليه على اليوتيوب ومواقع التواصل. مرزق لي استاذ الخبر راح يسمع اخويا من امريكا على الاقل. انا طالع قاعد يشوفني.
وبعدين يبو عمي سولاف صدق حلوه حقهم الجمهور من يسحلون نفسهم. امشي اطلع برا، امشي اطلع برا، امشي اطلع برا. اقول ليه شو تقول العلم اللي تقول؟ لا خلاص انا اقدم استقالتي استاذ. جديات هاي من اوراقك استاذ، انا اسفه. وتعال انت زي الاخبار بمكاني وشوف شو اسوي بيك. ما اريد انا الاخبار، ما اريده، وقدم استقالتي. خابصينها بالاخبار، ايش يا راد لنا كلمتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هي اراده الذيع، اكو طفل حلو جميل وراد شنو شو يصير؟ يصير امه جابته سوت له قر 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 قر. فشنو الموضوع؟ ليش؟ مضغوطه من عندي، مضغوطه. بس الوساخه جوار رجليك جاي نذيع الاخبار، الاخبار بس الوساخه. انا الوساخه استاذ؟ لو انا لو هي احترقت عيني، احترقت عيني، احترقت عيني. اي اخبار؟ اي هاي مذيعتكم قاربين بيها الدنيا. يا شر عيني ايش بي مذيعتكم؟ ابو حمودي. ايوه كيف؟ شنو اجيب لك؟ عصير 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 عصير. سكتي الدراسه يراد لها هدوء. طبعا اذا ما طلع له دكتور لو مهندس مو قبول. دا افكر من هسه شنو المستشفى اللي كبيره صغيره اللي راح اسوي المستشفى. جيبي لي عصير، جيبي لي عصير برتقال. ها برتقال راح الوزك بعصير برتقال. فدوه فدوه برتقال. ومشي على كيف الولد قاعد يخبر الدراسه راد لها هدوء. ولا شنو فا؟ سلم واستلم. لا هذا تحسين ابو المولد كتب لي. خلي اشرب قبل لا نلقم. اوقف. لا ابو المولد لا تشوفي الرقم. افتح لي الباسورد. مبين. هاي شنو الحركة؟ حاطة على؟ تقتل. التدخين سبب رئيس الأمراض السرطان والرئة. من جبت لك العصير تدري شو تذكرت؟ خنقتني العبرة بالمطبخ. أيمن بيوم زواجنا أريد كل سنة أتزوج هيجي وأجيب عصير وكيك إن شاء الله. ترام ترام. لا بس بالمقلوبي. لا لا قالي إيه هاي البالة كل شي بيها قميص مشقوق، قميص ماركة براندات. أساس الولد قاعد يقرأ الدراسة يراد الهدوء. عرق ما بيشرب عرق لو اسكي ولا تأكيلة. أبو حمودي تعال خلي صور سناب. ولد ده يدرس مش للصابرين. تقني شهرتيني أبو حمودي صباح أخذ شوار وريح هاشم يبوشتن. أنت شنو هزم ولادة؟ لايكاتكم وتعليقاتكم ما تخوز. حيوان نايما وش كش ما اشوف نظاراته معي. هاي هذا محمود ابو حمود. يا حيوان البسها البسها. نايما نايما شنو هذا الجمال؟ هديتك. صوتك 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 شنو هذا الجمال؟ هلا كيف قعداتي؟ اقول لك حمود اخاف جوعان. راح تشفته ماكو. امشي خلاص شوف. يدرس خطيه يحكي وياهم يقول لهم جنطه وما ادري شنو كتب. يراد له جنطه خلينا نشتري له كبيره. والله هيك كتب يقول اريد لازم كتب هالقد. عفي 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 بحمود. قوم قوم خلينا نشوفه. قوم قوم خطيه نشوفه. شوي 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 شوي. هاي شنو؟ هاي وين طلع من الحمام؟ حبيبي عفي هذا التخم مالتي. لا ما اريد يتوسخ. بس جيب جيب جيب. عباك لابس لدب؟ ها؟ عباك لابس دب؟ حبيبي مو بهاي الطريقة. صوتك صوتك بس موقف موحي خليه هيك. يلا امشي. رجليك رجليك رجليك.
هيك. لا الحقني الحقني راح يقتلني قتلني. هاي يابا منو قتلك؟ منو قتلك؟ منو قتلك؟ يابا هاي باللعبة يا لعبة بابجي. ها شنو بابجي؟ هاي كل وقف الناس وقف 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 وقف. هاي شنو هاي اللعبة؟ بس هاي لعبة بابجي كل الناس تلعب. يا بابجي حلوة هاي. شو ولد باع انا صار لي سنة اصرف عليها. دقيق ابني ابني صار لي سنة اصرف علي طالع على خوال انا باع شلون مكرش. لا لا ابني وجبي كرش. لا لا ابني 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 علي ابنت علي. شوف رجلي لا 68 اكو واحد عمره 9 سنوات هاي رجلها طولة. مو هيك مو هيك. لا ابني اليوم موته. لا ابني لا ولش تعاي بس تبدل. انا قضيتها صار لي سنة بس مو هيك مو هيك مو هيك. زين دقيقة 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 دقيقة. اني من قلت لك دا تدرس؟ قلت لي اني دا ادرس. البابجي هذا شنو؟ هي هاي اللعبه كل الناس تلعبها. راح اطب ببوش انقي. لا 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 ابني 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 لا ابوكم لا ابنكم. اقول لك شخصيتي قدامه. يا شخصيه لا تجيب النمر. بعد النمر وين؟ النمر وين؟ وقف ابني بس دقيقه. لا لا ياكل كله لحم اليوم الا سحله. تعال كتبه 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 عندهم تيمان. الزم كتبه عندك تيمان. قوم اوقف اوقف دا اقول لك تهسترني. اوقف بس دقيقة. تيلي اوقف اوقف. هاي فينات النسرة قول رجلي يعود صارات. هاي شنو هاي؟ هاي لابسناها بالمقلوبة.